ارجع اقول الارقام طبيعيه، الهلال يستحوذ على 45%، ليس لانه الهلال فقط، ليس لانه ذاك الاسم العريق والكبير، لا، لانه يخدم هدف المعلن، هدف الراعي. هو عشان نفهمه، اي راعي يبغى يسوق المنتج او لاسمه، هو يحتاج ايش؟ يحتاج جماهير او يحتاج فريق بطولات يحقق بطولات، يعني حتى لو جماهيريته قليله يذهب احيانا الى البطولات. هل هو حاضر في كل مشهد رياضي في الشاشات سواء المحليه او الخارجيه في البطولات المهمه والكبيره او لا؟ اذا كان ما يتوفر عنده يرجع للجماهيريه، طيب الجماهيريه مين موجوده؟ اذا بالتالي انا ليه انا كمعلن اذهب الى هذا النادي؟ دائما يتكلمون عن تقسيم الكعكه، هي مش كعكه، وهذا الكلام صار الموسم الماضي، ترى بعض الانديه تقول انه احنا لنا نصيب في 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 كعكه الرعاه، يجب ان يلتفت لنا ويجب ان يقال لنا ايضا هذا النادي له حق. هي ما هي هبات. المعلن اين يحقق اهدافه؟ من الفريق الذي يحقق اهدافه؟ واضح تماما الان من الارقام ان الهلال يحقق اهداف اي معلن، بل ان الهلال هو الاعلى سعرا ترى، يعني لازم نحط هذه في الحسبان. لاحظ انه الهلال يستحوذ على 45% من قيمه الايرادات الاعلانيه بمبلغ 208 مليون، وهو الاعلى سعرا. يعني سعر الهلال عالي، مو اي حد يقدر يطوله. ليش سعر الهلال عالي؟ لا ارجع اقول لانه الهلال، لانه الاكثر جماهيريه، لانه الاكثر بطولات، لانه الاكثر تاسيسا ومؤسس وعمل ومؤسساتي، لانه الهلال بحسب ما اطلع انا يعطي لكل ذي مسؤول مسؤوليته، يعني في اداره للتسويق وفي اداره للاستثمار وفي اداره للشركات وفي اداره المسؤوليه الاجتماعيه وفي اداره للكره وفي اداره للالعاب مختلفه، وبالتالي هو يعلم يقينا ان هذا الدعم وهذا هذا هذا الايراد المهم والكبير، واللي قلت لك انه سيتضاعف عاجلا، وانا واثق من هالكلام، يعني لانه الهلال واضح انه قاعد، يعني الهلال ممكن يوصل الى ايرادات مليار ريال في السنه، هو حين 700. نعم، وسيتجاوزها الهلال ابو بدر فقط في عهد الاستاذ فهد بن نافل فقط. يعني هذا الرجل الذي يعني جاء وقيل لحظتها انه غريب على الوسط الرياضي، وانه لا يستحق رئاسه الهلال، وانه يعني وكانه لا يراس الانديه الا يجب ان يكون يعني رياضيا عريقا ولا لاعبا سابقا ولا عضو شرف سابق، قيل عنه ما قيل. ومع ذلك في سنوات محدوده جدا حقق 7 أو 8 بطولات، ما اتذكر، يعني منها 2 آسيا و3 دوري، امتلك دوري الأمير محمد بن سلمان. يعني هذا دليل أنه فيه عمل خاص بكرة القدم، عمل هدفه في الأساس ليس إسعاد الجماهير فقط، لا، بل ليقول للرعاة أو المستثمرين أو تعالوا هنا في فريق لا يتباهى فقط بجماهيريته الطاغية التي يعني المكتسحة، وإنما أيضا يتباهى ب الفرق الشاسع او المسافه الواسعه بينه وبين اقرب منافسيه، ليس على مستوى المملكه العربيه السعوديه وحسب، بل حتى على مستوى القاره.